flight path lighting will guide you to the emergency exits. In case of emergency landing on water, the evacuation slides will serve as rafts. Please remember to remove footwear before using the slide. To remind yourself of the safety aspects of this aircraft, please read the safety card which is in your seat pocket. And if you have any questions, our cabin crew will be happy to help. To help the cabin crew with final preparations for takeoff, please ensure your seat is in a fully upright position, your window blind is open, your tray table is folded away, and your seatbelt is fastened. Thank you for your attention, and enjoy your flight with Qatar Airways. الخطوط الجوية القطرية ترحب بكم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه إلى عرض تعليمات السلامة على متن هذه الطائرة. لراحتكم وسلامتكم يمنع التدخين منعاً باتاً على متن جميع رحلاتنا، بما في ذلك التدخين في دورات المياه الذي يسبب إطلاق جهاز كاشف الدخان، كما أن التدخين على متن رحلاتنا وكذلك العبث بجهاز كاشف الدخان يعدان من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون. أماكن الخروج والممرات يجب أن تبقى خالية من أي حقائب طوال الرحلة. حقائب اليد يجب أن توضع بشكل آمن في الخزائن العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يسمح باستخدام أي أجهزة إلكترونية أثناء الإقلاع والهبوط باستثناء الأجهزة الإلكترونية الشخصية المحمولة في اليد على أن تكون على وضع حالة الطيران. يجب أن تبقى هذه الأجهزة الإلكترونية مغلقة إلى أن يخبركم طاقم الطائرة أنها آمنة للاستخدام. في حال أوقعتم جهازكم الإلكتروني داخل المقعد، يرجى عدم استخدام جهاز التحكم الخاص بالمقعد وطلب المساعدة من أحد أفراد طاقم الطائرة بدلاً من ذلك. يرجى ربط حزام الأمان عند الإقلاع والهبوط وعندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة. لفك الحزام يرفع الغطاء المعدني ويسحب طرف الحزام. يرجى ربط حزام الأمان وإظهاره لطاقم الضيافة ليتمكن من رؤيته في حال نومك. تم ضبط ضغط الهواء داخل الطائرة بعناية فائقة. في حال نقص الأكسجين ستهبط أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى، أو قد يطلب منك أن تقوم بسحب الشريط الأحمر الذي سيهبط تلقائيا أمامك والمكتوب عليه اسحب. التنفس بطريقة طبيعية يعطي إشارة لبدء تدفق الأكسجين. اسحب القناع نحو وجهك مع تغطية الأنف والفم مع التأكيد من أن وضعية القناع صحيحة، ثم تنفس بطريقة طبيعية. بعد تثبيت قناعك أولا بطريقة صحيحة، يمكنك بعد ذلك مساعدة الآخرين. في حال الهبوط الاضطراري غير المتوقع، يرجى اتخاذ الوضعية الموضحة على الشاشة. سترة النجاة موجودة في جانب مقعدك أو تحته. عند سماع توجيهات الطاقم، يجب إخراج سترة النجاة وابتداؤها. اربط الحزام حول خصرك وادخل المشبك في مكانه مع شدة أحكامه. يجب نفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة عن طريق شد الحبلين الأحمرين إلى الأسفل بشدة. يمكنك أيضاً نفخ السترة أو تزويدها بالهواء بالنفخ في الأنبوب. تحتوي سترة النجاة على صفارة لجذب الانتباه وعلى ضوء يشتعل تلقائياً عند ملامسة الماء. ستوزع سترات النجاة للرضع من قبل طاقم الطائرة. يوجد توقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك. مخارج الطوارئ موضحة بعلامة مخرج كما هو مبين على الشاشة. سيكون ممر الطوارئ مضاء لإرشادكم إلى مخارج الطوارئ. عند الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم زلاقات الخروج من الطائرات كقوارب. يرجى تذكر خلع الأحذية قبل استخدام الزلاقات. للاطلاع على أوجه السلامة على متن الطائرة، يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى، سيكون طاقم الضيافة مستعداً لمساعدتكم بكل سرور. لمساعدة طاقم الطائرة بالاستعدادات النهائية للإقلاع، يرجى إعادة المقعد إلى وضعه المستقيم وإبقاء الستائر مفتوحة تماماً وإعادة طاولة الطعام إلى مكانها والتأكد من ربط حزام الأمان بأحكام.
شكرا لانتباهكم، ونأمل أن تستمتعوا برحلتكم مع الخطوط الجوية القطرية. Button in the panel above your head. Thank you.